تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. هذا نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لا يطيب لنا أن نرفع إلى جلالتكم خالص تهانينا وتبريكاتنا في مناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، كما ويسرنا اغتنام حلول هذه المناسبة الوطنية المجيدة للإعراب عن اعتزازنا بقيادة جلالتكم الحكيمة وبما تواصل مملكة البحرين إنجازه من خطوات كبيرة على طريق التقدم والتنمية المستدامة في ظل توجهات جلالتكم السديدة تحقيقاً لطموحات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ويبارك خطاكم في كل ما تسعون إليه من خير ونهضة لوطننا العزيز. والله يحفظكم على الدوام سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة احتفالاتنا الوطنية. إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبات الغالية لنمتلئ اعتزازا وثقة بإنجازاتنا وما تحققه مملكة البحرين العزيزة في التنمية والديمقراطية والحرية والبناء المتواصل. إننا إذ نشكر سموكم العزيز على تهنئتكم لنا لنستحضر دور سموكم الكبير فيما أنجزته البحرين الغالية، ونشيد بحكمة سموكم وثراء خبراتكم مما كان له الدور العميق في هذه المسيرة المظفرة. حفظ الله سموكم ورعاكم وأسبغ عليكم نعمة العافية ودمتم سالمين. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.